السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. نناقش فيها معركة استعادة العاصمة صنعاء بعد ازدياد الحديث عنها واقتراب موعدها باعتبارها معركة حاسمة تضمن التعجيل بنهاية الانقلاب واستعادة الدولة. مشاهدينا، تواصلت المواجهات بين المقاومة الشعبية والجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى في البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. وأكدت المصادر أن مواجهات عنيفة في جبال الفرضة وسط استمرار تقدم الجيش والمقاومة في مواقع كانت تتمركز فيها مجاميع الميليشيا. وتعد المعركة الدائرة منذ أيام في نهم ذات أهمية خاصة، كونها تفتح الطريق إلى العاصمة صنعاء وتعجل وتجعل قوات المقاومة والجيش الوطني على بعد خطوات من معقل سلطة الميليشيا. وكانت المقاومة الشعبية والجيش الوطني قد استعادا السيطرة يوم أمس على مواقع استراتيجية كانت تدور حولها معارك عنيفة منذ أسابيع، فيما يواصل رجال المقاومة محاصرة أكبر معسكرات ميليشيا الحوثي والمخلوع في الفرضة. وبسقوط هذا المعسكر تكون المقاومة قد قطعت منتصف الطريق إلى العاصمة صنعاء، وبات عصر الميليشيا في أيامه الأخيرة بحسب مراقبين. تطورات معركة نهم وتداعياتها وآثارها على مسار الأحداث ستكون موضوع زوايا الحدث لهذا المساء، ولمناقشتها سيكون معنا ضيوفنا المتحدث باسم الجيش الوطني العميد سمير الحاج، والناشط محمد النعيمي، وركن توجيه اللواء 141 العقيد عنتر الذيفاني. على أن ينضم إلينا من الرياض مدير أمن محافظة صنعاء العقيد مراد أبو حاتم. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش نشاهد هذا التقرير. الطريق إلى صنعاء وعرة وصعبة، لكنها الدرب الوحيد أمام خيار استعادة الدولة من قبضة الميليشيا. منطقة أخرى ويوم آخر في معارك استعادة محافظة صنعاء المحيطة بالعاصمة. مقاتلو المقاومة والجيش الوطني على مشارف فرضة نهم، أحد المواقع الاستراتيجية المهمة في بوابة صنعاء. هذه النعيمات، هذه العبادل، هذه الفرضة، فرضة نهم، هذا المحول. قبلها سيطرت المقاومة على مفرق الجوف والحمرة وجبل الحول. ليست مجرد مواقع وسلاسل جبلية، إنها ببساطة خط الدفاع الأول عن الفرضة، ومثلث يضم خطوطا رئيسية تصل بين محافظات صنعاء والجوف ومأرب. يوجد في الفرضة معسكر تابع للحرس الجمهوري الموالي للمخلوع، وتراهن عليه الميليشيا في صد أي تقدم للمقاومة نحو الفرضة. لكن قوام الجيش وتجهيزاته العسكرية والدعم الجوي الذي يحظى به أسقط كل الرهانات، فقد صار المعسكر بين فكي كماشة. وفق المعطى العسكري، فقد صارت نهم كليا تحت سيطرة قوات الجيش الوطني ومحطة لالتحام مقاومة نهم بمقاومة أرحب. الخطوة التالية بني حشيش، ومن ثم العاصمة. اقتراب المقاومة بهذه السرعة وفي ظل ضراوة المعارك التي خلفت دمارا في الممتلكات العامة والخاصة يشير إلى أن حسم معركة صنعاء لم يعد مجرد تخمينات. إنها معركة تدار وتعني فيما تعنيه لف الحبل حول عنق المخلوع صالح وحليفه الحوثي. المنتظر في الساعات القادمة ما إذا كان الجيش الوطني والمقاومة قادرين على تجاوز عقدة المعركة واحتمالات تداخلها بصورة أو بأخرى. فالمؤكد أن استعادة العاصمة صنعاء سيفضي إلى انهيار تام في بقية الجبهات باعتبارها مركز التحكم والسيطرة والمال. مشاهدينا، بداية النقاش سينضم إلينا الناشط محمد النعيمي من عمان. مساء الخير سيد محمد. أهلين، مساء النور. في الحقيقة أنا ما سمعت التقرير خالص. سنأتي بالنقاش وستطلع على موضوع الحلقة بشكل أوسع. سيد محمد، كونك أحد أبناء المنطقة، ما هي الأهمية الاستراتيجية لاستعادة فرضة نهم؟ فرضة نهم هي بوابة العاصمة صنعاء الشرقية أصلاً، ولأن المعركة بدأت من مأرب والتعزيزات كلها جاية من مأرب. نعم. يعني أن السيطرة على فرضة نهمة معناتها أن فتح طريق رئيسي للعبور إلى صنعاء. نعم، تعتقد أن المقاومة الشعبية والجيش الوطني قادرون على إنجاز المعركة في نهم خلال أيام معدودة؟ سيحسمون المعركة خلال أيام، إذا في
إعادتها للألغام أو الحفاظ على أرواح الناس أصلا. يهم المقاومة وقادة الجيش الوطني في نهم أن الخسائر تكون أقل، أبناء الناس ما يتعرضوش للأذى، مصالح الناس ما تنقطعش. نعم، ولا يرى مراقبون أن استعادة السيطرة على معسكر الفرضة التي تحاصره المقاومة الآن تعد خطوة متقدمة في طريق استعادة العاصمة صنعاء بشكل مباشر، ما دقة مثل هذا الطرح؟ خطوة متقدمة جدا، أنا شخصيا ما كنت متوقع أنهم يحرزوا هذا الإنجاز بهذه السرعة أصلا. نعم، ما الذي يمنع تقدم المقاومة في نهم؟ أقصد ما هي العوائق التي تجعل التقدم صعبا حتى هذه اللحظة؟ الحفاظ على أبناء الناس، الحفاظ على مصالح الناس، الألغام اللي زرعتها الميليشيا في القيعان والسهور والأراضي الزراعية، والتكتيكات العسكرية وغيرها من الأسباب. نعم، إذن تكرم بالبقاء معنا سيد محمد. نذهب إلى ضيفنا الآخر العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني. مساء الخير سيادة العميد. مساك الله بالنورك العزيز. سيادة العميد، كنت قد أكدت عن وجود مفاجآت قريبة ستحملها الأيام القادمة للميليشيا على مستوى معركة العاصمة صنعاء، هل بدأت هذه المفاجآت تدخل حيز التنفيذ بناء على مجريات العملية العسكرية في نهم؟ شكرا لك أخي الكريم ولقناة بلقيس والمشاهدين الكرام. الحقيقة ربما حديثك فعلا صحيح، نحن الآن على عتبات معركة واسعة جدا. نحن نشاهد أمام أعيننا تغيير دراماتيكي في المشهد، هناك بيع للسلاح، هروب، فرار، انكسارات في كثير من الجبهات، سواء في فرضة نهم في منطقة مسار التي يباع فيها السلاح من قبل ميليشيات وأعوان صالح، أو في الجبهات الأخرى. الأمور بدأت تتغير، هناك اتصالات الآن تجرى على قدم وساق مع كثير من النقاط سواء القبلية والعسكرية، والمشهد لا زال سيتغير أكثر ربما خلال الأيام القادمة. نعم، سيادة العميد، بعد السيطرة على مديرية نهم والفرضة، هل من احتمالات خطر استعادتها من قبل الميليشيا؟ يعني هل هناك احتمال قائم لدى قيادة الجيش الوطني؟ دعونا لا نفترض يعني جدلية قد تحصل وقد لا تحصل، لكنني أؤكد لك بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، العمل يتم بشكل عسكري منظم، الأمور تسير بخطط وليس بعشوائية، ومن ثم توقعت هذه بعيدة، أتوقع إن شاء الله أن تستمر التقدم، وبالتقرب قليلا إن شاء الله يكون مطار صنعاء الدولي تحت سيطرة أو تحت نيران المقاومة بإذن الله تعالى والجيش الوطني. نعم، ولكن سيادة العميد، لا تزال مديرية صرواح وبعض المناطق في الجوف تحت سيطرة الميليشيا، لماذا لا تنتظر تصفية هذه المناطق ومن ثم الانتقال إلى معركة تحرير صنعاء؟ لا، المعركة في صرواح على أشدها الآن قائمة على أشدها، ونتوقع أيضا برضو حدوث انفراج كبير في هذه الجبهة. نعم، الحقيقة هم ربما الحوثيين ركزوا على هذه الجبهة وما علموا أن هناك خطط أخرى بديلة ستتحرك فيها القوات، ونحن نقول أن هذه الجبهة الآن سيحصل فيها بإذن الله انفراج خلال إن لم يكن الأيام في الساعات القادمة. نعم، سيادة العميد، هل هناك ترتيبات لدخول العاصمة صنعاء؟ بمعنى هل هناك تفاوض أم أن الخيار العسكري أمرا لا تفاوض فيه؟ أنا أعتقد أن ربما وقت التفاوض قد انتهى، والآن على الجميع أن يسلم بالأمر الواقع، وهو أنه العودة إلى جادة الصواب، التراجع عن الانقلاب، الانصراف إلى منازلهم دون السيطرة بالقوة على موارد الدولة، إعادة منهوبة الدولة، تسليم القتلة والمجرمين، كل هذه الأمور أعتقد أنه ينبغي أن يفكروا فيها جيدا. أيضا العسكريين الذين لا زالوا يقبعون تحت إمرتهم سواء خوفا منهم أو من أجل رواتبهم، لابد أن يعيد الحساب أيضا الآن ويعيدوا ترتيب وضعهم، إما الانضمام الشرعي بأسلحتهم أو على الأقل الانصراف إلى بيوتهم والامتناع عن قتال إخوانهم من الجيش الوطني والمقاومة. نعم، لكن سيادة العميد، في حال الخيار العسكري، هل تدركون مخاطر الكلفة ويعني في الإقدام على يعني الحسم بخيار عسكري؟
ربما احد اسباب التاخر في التقدم هو التخفيف من هذه الكلفه. والحقيقه هناك ترتيبات لما بعد دخول صنعاء. اعتقد ان الجيش والمقاومه وايضا السلطه الشرعيه ممثله بالرئاسه ومجلس الوزراء يعدون ترتيب لخطه العوده الحياه الى طبيعتها في العاصمه صنعاء. نعم سيادة العميد تكرم بالبقاء معنا. نعود إلى ضيفنا الآخر الناشط محمد النعيمي. سيد محمد، بعد استعادة المقاومة والجيش الوطني لكافة مناطق نهم، ما هي المنطقة المتوقع توجه المقاومة إليها؟ أولا أتوقع انفجار المعركة في أرحب، وهذا 100% بيحصل وأتمنى أن يحصل أصلا. نعم. ثانيا بعدها هو بيكون بني حشيش، باقي بتحصل معركة أصلا في نقيل بن غيلان، بس في عاقة معينة لأنه منطقة جبلية نوعا ما. عندما تسيطر المقاومة على نقيل بن غيلان وجبل عريشة، نعم، سيكون معسكر بني دهر في مرمى المقاومة. بني الشيش أيضا بإمكان المقاومة أن تتحرك من جانب آخر اللي هو جانب حريب نهم المسيطر عليه حاليا، نعم، والاتجاه إلى الشرفة، وتكون مثلا الغراس أو شبام الغراس يعني ملتقى للمقاومة من الجهتين. نعم. بعد ذلك تحرك المقاومة إلى يعني ستكون الطريق سالكة. نعم، ولكن سيد محمد، إذا ما تحدثنا عن البيئة القبلية في هذه المناطق، كيف تقيم البيئة القبلية؟ نهم عادة تقف إلى صف الجمهورية بشكل عام. نعم. يوجد يعني كما في كل مناطق اليمن هاشمي، بعض الهاشميين الذين يقفون مع الحوثيين، وبعض من اتباع صالح اللي حافظوا على مصالحهم مع صالح يقفوا الان مع الحوثيين، بس تاثيرهم غير وارد. يعني مثلا في منطقه في اخر 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 شخص حوثي انسحب امس والان، نعم، جالس في بيته. لن تقف نهم الا مع الجمهوريه كما عهدناها. نعم، ولكن سيد محمد، في حال تغير المعادله العسكريه على الارض، يعني هنالك بعض زعماء القبائل، هل تتوقع منهم تغير في مواقفهم ومن ثم مسانده الجيش والمقاومه وتسهيل الامر في يعني تحرير العاصمه صنعاء؟ كثير جدا هذا التوقع، اشكرك على هذا الالتفاته. الان على حسب معلوماتي انه لا يوجد مع الميليشيا اي رجل محترم في نهم، كل اللي مع الميليشيا هم ناس غير ذي قيمه اصلا، حتى اللي كانوا يدعموهم او متعاطفين معهم خلاص. نعم. عقلوا شويه. نعم، ابقى معنا سيد محمد، سنعود إلى ضيفنا العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني. سيادة العميد، بالنسبة إذا ما تحدثنا كيف، أو بالنسبة للقبائل المحيطة بالعاصمة، كيف ستتعاملون أنتم في قيادة الجيش الوطني معها؟ في حقيقة الأمر بالنسبة للقبائل المحيطة بصنعاء، كما قلت لك هناك تواصل مع كثير من هذه قيادة القبائل، وأعتقد أن هناك وعود بأنهم بمجرد اقتراب القوات سيطردون من تبقى مع الحوثيين أو سينضمون إلى الجيش الوطني والمقاومة لطردهم، ومن ثم نحن أمام إن شاء الله مشهد جيد. والقبائل الحقيقة في معظم الفترات كانوا وطنيين ويدركون أن حكم الميليشيات لا يمكن أن يستمر، وأنه لابد أن تكون هناك دولة وقانون ونظام وليس عمل ميليشاوي كما هو جاري الآن. أضف إلى ذلك أن القبائل هي أكثر من ربما اكتوت بنيران هذه الميليشيات وتأثرت تأثر كبير جدا، ربما يعني أهين قياداتها وأيضا سفها يعني شخصياتها الاعتبارية، وأيضا أحرق أبنائها في معارك لا طائل لهم بها. هذا نعم. كل ما لدى القبائل، وأعتقد أن الموضوع سيسير بهذا الاتجاه. نعم سيادة العميد، هذه الانتصارات العسكرية المتوالية للمقاومة والجيش على البوابة الشرقية تتزامن مع اقتراب ذكرى ثورة الشباب 11 من فبراير، هل ستصبح صنعاء محررة في الذكرى 5 للثورة؟
أمنياتنا جميعا نحن وأنتم وكل المشاهدين إن شاء الله أن يكون 11 فبراير عيد نصر عظيم وفاتح لعودة دماء الشباب الزكية التي سفكت بسبب المخلوع صالح و الحوثيين على يعني عتبات الطرق وفي جمعة الكرامة وفي كل النقاط التي قتلوا فيها. إن شاء الله تكون ذكرى طيبة وتكون فأل حسن لعودة الشرعية. نعم سيادة العميد، الحديث عن معركة صنعاء يستدعي التفكير إلى الكلفة البشرية والعسكرية التي يمكن أن تخلف هذه المعركة المهمة. كيف يمكن أن تخوض قوات الجيش والمقاومة هذه المعركة بخسائر أقل كلفة؟ دعني أذكرك باجتياح الميليشيات للعاصمة صنعاء، فرغم أن هذه الميليشيات همجية في تعاملها مع الآخرين إلا أن سكان صنعاء أناس حضاريين ويفهمون أنه متى اشتدت المعارك سيهزمون منازلهم ولن يبقى في الشوارع إلا العتاة والقتلة والمجرمون، ومن ثم سيتم التعامل بخطة بديلة لا داعي للإفصاح عنها اليوم. نعم سيادة العميد، الناس مؤخر يعول الناس مؤخرا على الحضور الإعلامي الرسمي الذي يفترض أن يرافق العملية العسكرية ويصفونه بالحضور الباهت. أنتم في قيادة الجيش كيف ترون ذلك؟ والله أرى يعني جزء من 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 الإعلام الجيد الذي يتحرك بهذا الاتجاه قناتكم الكريمة وكثير من القنوات. حقيقة دعنا لا نقلل من شأن الإعلاميين، يبذلون جهود كبيرة ولكن ربما ضعف الإمكانات احيانا لم تمكنها من مواكبة الحدث. نعم. هناك ضعف نعم، هناك تقصير نعم، لكن لا اعتقد لا يمكن ان اوعده الى الاعلاميين انفسهم، ولكن ربما الى قلة الحيلة والمادة وكذلك عدم القدرة على التحرك في مناطق الحوثيين. نعم اذا سيادة العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني، نشكرك بتكرمك في المشاركة معنا بهذه الحلقة. نعود الى ضيفنا الاخر السيد محمد النعيمي. سيد محمد، يعني اذا ما الذي يمكن ان تقدم المقاومة في نهم، اقصد ما هي العوائق التي تجعل من التقدم صعبا نوعا ما؟ كما تحدثت سابقا، الحفاظ على ممتلكات الناس، الحفاظ على أرواح الناس، هذه أهم العوائق. نعم سيد محمد، يعني هناك تحرك لطيران التحالف أيضا، كما تصل الأخبار من صنعاء أن الطيران باتت عملياته على مدار الساعة في أجواء العاصمة. هل هذه العمليات هي بالتزامن مع خطة استعادة صنعاء وتقدم المقاومة على أطراف المدينة، أم أنها في سياق يعني استهداف بعض المراكز والمعسكرات ومخازن الأسلحة فقط يعني استنزاف أسلحة الميليشيا؟ نعم يبدو أنه يستنزف مخازن الأسلحة بشكل فظيع. طيران التحالف يواكب العملية بساعة بساعة ولحظة بلحظة. أهدافه منذ ثلاثة أيام كانت أهدافه دقيقة جدا، تصيب المخازن وتفجرها. نعم. لم يحصل أن الحدث هذا يعني بهذا الدقة وهذا المواكبة. نعم، ولكن هل هذا يدل على ان يعني التحالف يعني في هناك تنسيق ما بين قيادة الجيش والمقاومة والتحالف بكثافة هذه العمليات التي تشهدها العاصمة؟ يعني هل انه الامر يعني حسم ان هذا التكثيف ياتي في سياق حسم المعركة بشكل سريع؟ نعم يبدو ان التنسيق جاد وحاسم، حتى أخطاء في نهم لم تذكر أبدا طيران التحالف. نعم إذن الناشط السياسي محمد النعيمي كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ينضم إلينا ضيفنا الآخر العقيد مراد أبو حاتم مدير أمن محافظة صنعاء. مساء الخير سيادة العقيد. مساكم الله بالخير وعافية، أهلا وسهلا بك أخي. أهلا بك سيادة العقيد، لو سألناك في عن البيئة القبلية لمحافظة صنعاء، كيف يمكن الاستفادة منها في المعركة الدائرة حاليا؟ تم الاستفادة من القبلية، نطاق محافظة صنعاء والعاصمة صنعاء هي محافظات قبلية مثل مديرة أرحب، مديرية نعم، مديرة خولان، مديرة حي المدين. نعم. وهي من العناصر الأساسية في تحرير الوطن من الإنقلابيين.
نعم سيادة العميد، المعركة يعني هناك تواصل بينكم وبين مختلف قبائل محافظة صنعاء؟ نعم يوجد تواصل مع بعض الشخصيات الاجتماعية وبعض المشايخ الوطنيين، وإن شاء الله يتم أن يقومون بالعمل بحسب وعودهم. نعم، هذه الجهات التي تتواصلون معها يعني هل هي في صف الطرف الآخر أم أنها يعني إلى اللحظة لم يكن لها موقف؟ قد يكون أنها مع جميع الشرائح الذين أحس أن فيهم خير للوطن، وكما يوجد هناك ناس موجودين في العمق الذي يوجد في الحوثي مؤمنين بأمر الأمر الواقع، ليس مع الحوثيين لكن أصبحوا تحت الأمر الواقع. فالاتصالات أنا بهم جيدة وإن شاء الله تكون مثمرة. نعم سيادة العميد، لو تحدثنا عن الأهمية الاستراتيجية لفرضة نهم والمناطق المحيطة بها، كيف يمكنك تلخيص هذه الأهمية؟ بالنسبة فرضة نهم كما صرحت سابقا هي تعتبر البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، وسيطرة على فرضة نهم يعتبر أنها سيطرة 70% على أغلب المناطق، وبالنسبة لصنعاء تكون مسألة وقت، لن تتأخر على عملية صنعاء وستكون هناك عمليات في العمق. نعم سيادة العميد، هل لديكم معلومات عن إمكانيات الميليشيا في معسكر الفرضة وعن التواجد العسكري لها هناك؟ يعني هل هذه القوة تعد يعني لا تشكل خطرا على تقدم المقاومة بشكل كبير، يعني بمعنى أنه سيتم تجاوزها بشكل يعني بشكل سهل؟ بالنسبة للفرضة تم السيطرة عليها ولم يبقى هناك إلا جيوب بسيطة لن تأثر على شيء، لكن المعسكر لم يسقط حتى اللحظة. المعسكر تحت نيران المقاومة ولن يقدر أن يصل شيء، وهو الآن لا يتجاوز من 200 إلى 250 متر تتم السيطرة عليه، وكما أكد لك أنه لا يمكن لا يوجد في الفرضة إلا باقي جيوب قليلة وسيتم تطييرها في الساعة القادمة. نعم، إذا ما تحدثنا عن صعوبات ومعوقات العملية العسكرية، أنتم ما هي الصعوبات والمعوقات التي ستواجه القوات في التقدم وحسم المعركة في صنعاء؟ لا وجود لأي معوقات عند عزائم الرجال وعند عزائم المقاتلين، أي معوقات سيتم تجاوزها وسيتم تحرير صنعاء وسيتم تحرير بقية المحافظات الجمهورية المالية بشكل عام وترجع إلى حاضنة الشرعية. نعم، في حال سيطرة المقاومة على فرضة نهم بشكل كامل، ما هي تداعيات هذه السيطرة على معركة صنعاء؟ هل يمكن أن تكون هناك تداعيات سياسية لهذا التقدم؟ تكون هناك تداعيات سياسية وهناك تداعيات عسكرية، تداعيات سياسية قد يكون يخضع الحوثي وعلى عبد الله صالح إلى حل سياسي. أما الجانب العسكري فأؤكد لك أنه سوف يتم السيطرة على الفرضة هي فتح المنطقة إلى الحد إلى خولان إلى مدينة بني حشيش إلى أغلب محافظة صنعاء. نعم، هل هناك تفاوض أم أن خيار الدخول العسكري أمر صار لا تفاوض فيه؟ أنا أعتقد بالنسبة أنه الخيار العسكري هو الحل الأنسب. نعم، بمعنى أنه يعني صار الأمر محسوما والخيار عسكري في تحرير العاصمة. إذا لم يخضعوا لقرار لتنفيذ قرار مجلس الأمن فالحل العسكري هو الأمر الأفضل، والناس إن شاء الله في ترتيبات لاستكمال العملية تحرير صنعاء. نعم سيادة العميد، إذن سيادة العميد مراد أبو حاتم مدير أمن محافظة صنعاء كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الختام نشكركم على كرم المتابعة، وأيضا نشكر ضيوفنا في الحلقة العميد سمير الحاج الناطق باسم الجيش الوطني، وأيضا الناشط محمد النعيمي، وأيضا العقيد مراد أبو حاتم مدير أمن محافظة صنعاء. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.